دائماً ما تشهد الساحة الفنية جدالاً حول المسموح والمرفوض، وقد يشارك الجمهور هذا الجدل خاصة حول القبلات والمشاهد الجريئة بين النجوم في أعمالهم الفنية. لذا نقدم لكم في حلقة اليوم من توب 10 المشاهير نجمات رفعن الشعار لا للقبلات. ترفض الفنانة مي عز الدين القبلة، لكن في نفس الوقت لا تعارض مشاهد الأحضان ولا مانع لديها من تقديمها على الشاشة، مبررة أنها تخدم وتعبر عن حالة رومانسية في العمل. الفنانة ياسمين عبد العزيز حددت موقفها من القبلات منذ دخولها عالم الفن، فهي لا تسمح لأحد بتقبيلها في الأعمال السينمائية التي قدمتها وابتعادها عن تقديم المشاهد الساخنة في كل أعمالها، فهي ترى أنه لا يوجد مبرر لمشاهد القبلات في الأعمال الفنية وأن قرارها هذا اعتباراً لأسرتها وأبنائها. غادة عادل ترفض مشاهد التقبيل، والسبب في ذلك الخجل وأيضاً حفاظاً على مشاعر أولادها، ولكن رغم رفضها لذلك فهي لا تهاجم من يقومون بهذه المشاهد ولا تعتبرهم مخطئين، فتؤمن بالحرية الشخصية. وكانت قد اعتذرت في وقت سابق عن المشاركة في فيلم الديلر مع النجمين أحمد السقا وخالد النبوي بسبب احتواء مشاهدها على بعض القبلات. الفنانة دنيا عبد العزيز من مؤيدي رفض القبلات والمشاهد الجريئة متبعة هذا المبدأ في أعمالها الفنية. عبرت النجمة ياسمين صبري عن موقفها من القبلات في السينما، مؤكدة أن القصص الرومانسية تحتمل وجود قبلة بين طرفيها، ولكن يصعب عليها تقديم مثل هذه المشاهد. صرحت كندا علوش في أحد البرامج بأنها لا تطيق القبلات ولا تسمح بها، حيث إنه تم عرض ذلك عليها أكثر من مرة لكنها كانت ترفض دائماً. لقاء سويدان ترفض الكثير من الأعمال التي تعرض عليها بسبب احتوائها على مشاهد القبلات، حتى إنها لجأت إلى الأعمال الدرامية التلفزيونية حتى تبتعد عن مشاهد القبلات وتحافظ على العادات والتقاليد. ترفض الفنانة عبير صبري مشاهد القبلات في أعمالها الفنية، والسبب في ذلك أنها تعتقد أن في ذلك حرمانية بناء على معتقداتها الشخصية، ولا تقصد إهانة أحد بذلك، بل رأت أن كل شخص حر بمعتقداته.